بعالم يشهد تسارع مذهل بالتقدم التكنولوجي، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة قوية لإنتاج محتوى ثقافي وتعليمي. استجابة لهذه التطورات دعا المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لنشر ثقافة أهل البيت عليهم السلام بين فئات المجتمع وخصوصاً بين الشباب. وأكد السيد الصافي على أهمية توثيق الأحداث التاريخية البارزة والاهتمام بقصص الأنبياء والمعصومين عليهم السلام وعلماء الأمة، لأنها تحمل دروس قيمة تبقى نافذة تظل بالمجتمع المسلم. باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن تقديم هاي القصص بشكل يناسب الجيل الجديد حتى نضمن استمرار تأثيرها وإلهامها. وأكو عدة طرق يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف: إنتاج فيديوهات ورسوم متحركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى مرئي جذاب يروي قصص أهل البيت عليهم السلام بطريقة مشوقة ومؤثرة. أيضاً يمكن للتعلم العميق إنشاء تجارب واقع افتراضي تمكن المستخدمين من زيارة أماكن تاريخية والتفاعل وياها، مما يضيف بعد جديد للتعلم والتفاعل. وإضافة لهذا، يسهم الذكاء الاصطناعي بترجمة الكتب والمقالات المتعلقة بأهل البيت إلى لغات متعددة، مما يوسع نطاق الوصول إلى هاي الثقافات والمعارف. طبعاً وأكيد ما ننسى أنه من خلال تطوير منصات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكن تقديم دورات تعليمية مخصصة حول مواضيع أهل البيت تتكيف مع مستوى وفهم كل متعلم. هنا نشوف أنفسنا أمام تساؤلات هامة، شلون نقدر نستفاد بشكل أمثل من هاي التقنيات لنشر ثقافة أهل البيت؟ وهل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح الجسر اللي يربط بين التاريخ المجيد والحاضر المتسارع؟